بسم الله. ربنا أرنا ما ينفعنا واكتب لنا وبارك لنا فيه يا مبارك، أعظم لنا الأجر يا عظيم. يقول مولانا: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم وقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، اختير الكلمة دي بعد الجمعة ذاك اللي عزيز عليكم، يعني أبناء ونساء وأنفس، أنتم ما ذكر اسمالكم، وعلى رسمالنا أبناء وبنات ونساء طاهرات و و و، لكن احنا الطهر من نصيبنا وانتم الفجور والتلوث من نصيبكم. نسأل الله ان يظهرنا، اي يجعلنا غالبين هؤلاء التعساء. والسلام.